18 للموسيقى الأندلسية بمدينة فاس. هذا المهرجان الذي أبى هذه السنة إلا أن ينظم ضمن أشغاله الثقافية، لا يكتفي في ضمن أشغاله الثقافية بالمحاضرات وبالندوة التي درجنا دائما على تنظيمها، وإنما أن يشفع هذه الندوة وأن يعززها بدورة تكوينية أو ما سميناه الماستر كلاس. هذا الماستر كلاس اللي هو تقييد جاري في كبريات المهرجانات العالمية. هذه المهرجانات العالمية تجتمع فيها فنانين كبار، فهذه هي المناسبة لكي يلتقي الجمهور هؤلاء الفنانين الكبار، كيجيو لك كذلك خبراء عندهم باع طويل في مجال الفن اللي كتسهر عليه ذاك المهرجانات. هذه هي المناسبة باش الجمهور العام يعايش هذيك الخبراء ويتعرف على تجربتهم ويتعرف على المعارف اللي كيحضوا بها، ويتعرف كذلك على التقنيات والاساليب الفنيه اللي كيمارسوا بها الفن ديالهم. اذا الماستر كلاس هو لقاء فني حميمي والتعرف من خلاله على التجارب ديال الكبار والعارفين من طرف الجمهور العام اللي كيبغي هذه المعرفه. اذا مرحبا بكم في هذا الماستر كلاس الذي تنظمه المهرجان فاس للموسيقى الأندلسية في دورة 18، واللي اختر له كعنوان أساسيات هوايات الموسيقى الأندلسية المغربية. إن الهواية كما تعرفون منها الهواية العفوية، الهواية التلقائية اللي هي عند جميع الناس، كل شيء تبغي الشيء الجميل، تبغي الموسيقى، تبغي الألوان الجميلة، تبغي الأشكال الجميلة، تبغي الحركات الجميلة ديال الرقص، تبغي كل ما هو جميل. ولكن الهواية يمكن أن تتطور لكي تصبح مؤسسة على معرفة وعلى علم، وهي الهدف من تنظيم هذا الماستر كلاس، هو أن نتعرف على أسس هواية الموسيقى الأندلسية، سواء كيف كانوا كيعرفوها القدام ديال الهواة اللي ألفوا واللي كتبوا واللي تداولوها، أو كذلك ما أصبح متداولا حاليا. اللي غادي يأتت ويغني ويأثر هاد الماستر كلاس هاد السنة هما ثلاثة ديال الأطر ديال العارفين الذين تعرفونهم، ماشي فقط بعلمهم ومعرفتهم، ولكن كذلك بمشاركتهم وخوضهم لغمار التنظيم والحياة الجماعية والجمعوية في مجال هذا الفن الأصيل اللي هو طرب الآلة. اللي غادي يأثروا هذه الدورة من الماستر كلاس ديال الهواية هما طبعا الأستاذ الكبير سيدي عبد السلام الشامي. هذا يعني غني عن كل تعريف، كل من يعرف الموسيقى الأندلسية المغربية ويحب الموسيقى الأندلسية يعرف سيدي عبد السلام الشامي، يعني بحالو بحال كبار الفنانين، لأن اللي كيعاود كيمارسو هو عاود يمارس زاوية أخرى، هي زاوية الهواية والمعرفة والتأطير والتنظيم. فهو اختار أن المداخلة ديالو تنصب على واحد الجانب هام جدا في هواية الموسيقى الأندلسية، هو ما يتعلق بتاريخ هذا الفن، لأن هذا الفن عنده تاريخ، هو ماشي فن يعني طاح مع الشتاء ولا هذا، ولكن هو فن أصيل عنده عدة قرون في المغرب، عنده تاريخ وعنده أعلام الذين أسسوه والذين طوروه. غادي يعرفنا على هذا التاريخ وعلى هؤلاء الأعلام الذين أسسوه وطوروه. هذا الفن طرب الآلة أيضا ماشي هو طرب كنسمعوه فقط فمن خلال الأداء، ولكنه أيضا له كتبه ومصنفاته ومؤلفاته ومدوناته. هذه المصنفات والمؤلفات والمدونات ما تعرفها شيء الناس العاديين، ولكن تعرفها الهواة الخبراء المتخصصون. فدواوين الموسيقى الأندلسية والكتب التي تتعلق بهذا الفن سيقربنا كذلك إليها الأستاذ سيدي عبد السلام الشامي. ثم هناك مسألة ثالثة مهمة جدا، وهي مسألة المصطلح المستعمل في الموسيقى الأندلسية. فكثير من المصطلحات يعني يصعب على المستمع العادي معرفتها، مثلا الشغل اللي كنسمعوا، أو
صنعة أو دور في إيقاع أو كذا. يعني هذه المصطلحات كثير من المصطلحات التي كنوجدوها مكتوبة في كتاب يعني خصنا نكونوا عارفينها لكن نعرفها شنو المقصود بها داخل ذلك الميزان اللي كنستمعوا له. إذن هذو هما ثلاثة ديال الجوانب الأساسية والهامة اللي غادي قربنا منها سيدي عبد السلام الشامي وهو خير من يعرفها وخير من يمكن أن يقربنا منها. هناك جوانب فنية تقنية طبعا خير من يقربنا منها هو الممارس الذي هو مش غير الممارس ولكن يكون ممارس وعنده صفات تربوية بيداغوجية ديال الأستاذ. وهذا الممارس والأستاذ طبعا تنطبق على جوج ديال الأساتذة اللي معاي سيدي محمد العثماني اللي طبعا هو رئيس المجموعة الموسيقية ديال جوق شباب فاس لطرب الآلة الجوق اللي ظهر وظهر قوي أول ما ظهر يعني ظهر صوب ولكنه مش فقط رئيس ديال هذا الجوق ولكنه كذلك أستاذ ديال التكوين أو التربية الموسيقية. إذن فعنده الضربة البيداغوجية وعنده التكوين البيداغوجي الكافي لتوصيل هذه المعلومات المتعلقة بالموسيقى. ثم إلى جانب ذلك هو أيضا رئيس جمعية شباب فاس فهو أيضا مشارك في الحياة الجمعوية وكان ضمته ومنغمع أيضا جميع الميادين. طبعا غادي يقدم لنا الجوانب المتعلقه بالايقاع الجوانب المتعلقه بالطبوع وبالانشادات وبالانغام غادي يقدمها لنا كذلك واحد العارف بهذه المجالات هو سيدي عبد الجليل الخرشافي اللي حتى هو عنده واحد تنوع في فهو إلى جانب كونه هو يعني القطب الثقافي ديال الجمعية الإدريسية للموسيقى الأندلسية اللي يعني جمعية رائعة من الجمعيات التي يعني تحركت المجال الثقافي والمجال ديال الموسيقى الأندلسية في المغرب وفاس على الخصوص. هو إذا القطب الثقافي ديال الجمعية. ثم إلى جانب ذلك مسمع متمكن فهو إذن خير من يمكن أن يقربنا إلى الطبوع والإنشادات المستعملة فإذن لا أطيل عليكم وأترككم مع المداخلات الأولى التي سيتفضل بتقديمها لنا سيدي عبد السلام الشامي والمتعلقة بالتاريخ شنو أخر هذا النهار والمصطلحات والدواوين والمدونات. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لهذا التقديم وشكرا لحضوركم. المداخلة التي اخترت أن أقدمها لكم تتكون من ثلاث محاور كما ذكر الأخ رشيد بناني. المحور الأول يتعلق بالمسار الموسيقى الأندلسية وتاريخها. فالموسيقى الأندلسية قد تكون أقدم الفنون الموسيقية التي ما زالت حية. يعني جميع الشعوب والعالم في العالم كله عندها موسيقى ديالها قديمة جود فغور كسب فغور بعد فغور ولكن هذه الموسيقى عندها 12 قرن وما زال حية وما زال قوية وفي منتهى القوة. هذا الجانب يطلب منا أننا نتعرفوا على هذا المسار الذي تعطوه الموسيقى الأندلسية وكيف انتقلت من الأندلس إلى المغرب والمراحل اللي مرت منها إلى آخره. الجانب الثاني هو الإطلالة على بعض المصطلحات الأساسية في الموسيقى الأندلسية ليتمكن الهواة عند قراءتهم للمدون للكتيبات والكتب ديال الموسيقى الأندلسية يعرفوا المدون ديالها. والجانب الثالث هو معرفة ديوان الموسيقى الأندلسية لمجموعة ديال الأشعار ديال الموسيقى الأندلسية. عندنا خمسة ديال الدواوين خصنا نتعرفوا عليهم وعندنا دواوين قديمة خصنا نتعرفوا عليها باش نكونوا في واحد المستوى ديال الهواية. علاش؟ الهواة قديما كان عندهم واحد الدور كبير جدا في خدمة الموسيقى الأندلسية وكان الموسيقيون يحترمونهم احتراما كبيرا بحيث ملي تكون الجو خدام تيشتغلوا تدخلوا الموالع تدخلوا هواة يجيب لهم رئيس الجو وأعضاء ديالو وتيكرموهم تيحطوهم في مكان لائق لأنهم تيعرفوا أن التجاوب معهم غادي يخلق واحد الحيوية زائدة لنجاح العفو.
وأتذكر أنا صغير السن لما تحت من المعهد الموسيقي سنة 61 أول ما هالني هو أنني دخلت المعهد أول درس تنذكر كان الله يرحم الحاج عبد الكريم الرئيس هو الذي عمل الدرس كان قدامه الحاج محمد الخصاصي ومن هذه الجهة السي أحمد بن سودة واحد من كبار المولوعين آنذاك وفي الجانب الأيمن في القاعة كاين صف ديال الناس كبار موالع حاضرين تيتصنتوا وتيتبعوا النشاط ديال تعليم الموسيقى الاندلسيه بالاضافه للجوق والعمليه بحيث هذوك الاسماء اللي ديال دوك الناس حاضره في الدين ديال الان واحد الاكبار لانه موالع كبار وتيحفظوا وعندهم واحد يعني واحد المكانه كبيره وتتغنى الالات يسدوها تساد مضبوط بحيث كبر في عيني انه الهوات خصهم يكونوا في هذا العيار وفي هذا المستوى وتطورت الامور الى ان بعد ذاك الشيء بعد واحد المده تصحت انا من الهوات من الهوات وجبرت واحد النهار ان الحاج عبد الله يرحمه استدعاني نكون عضو في اللجنه ديال الامتحان ديال المعهد بصفتي من الهوات هذا تدل على انه الهوات كان عنده واحد المكانه كبيره وخصها تبقى والا مشى جين تيعاود يخلفوا جين اخر نتمنى ان شاء الله ان نكونوا واحد المجموعه ديال الهوات اللي يكونوا في هذا المستوى احسن او افضل واللي يقدموا للموسيقى الاندلسيه خدمه اخرى ندخلوا الموضوع بالنقطه الاولى المتعلقه بتاريخ الموسيقى الاندلسيه قبل ما ندخلوا لهذه النقطه بالذات يجدر بنا ان نعود الى التاريخ واسمحوا لي عاد نستعمل شويه للتاريخ لانه التاريخ يفسر الحاضر الماضي يفسر الحاضر كما يعرف الجميع لما دخلوا العرب الاندلس سنه 92 هجريه قرر الخليفه عبد الوليد بن عبد الملك انه يرسل الجيش يفتح الاندلس بعد ان تم فتح شمال افريقيا وكان الوالي على شمال افريقيا انذاك هو موسى بن نصير كلف موسى بن نصير جيشا فيه جزء من الامازيغ وجزء كبير من العرب الذين كانوا يكونون جيش الدوله الاسلاميه انذاك دخلوا الاندلس سنه 92 هجريه طبعا الاندلس هي السكان ديالها النصارى المسيحيين وتيحكم انذاك الاندلس شعب يسمى القوط القوط هذو اصلهم من شمال اوروبا كانوا دخلوا الاندلس واحتلوها ويسيرونها بعنجهيه وبقوه وبأداء بحيث هذاك الكراهيه اللي عند الاسبان للقوط سهلت على الفاتحين الاسلاميين انهم ينشروا الاسلام بسهوله ويدخلوا الاندلس دخلوا الاندلس يعني بعد واحد سبع سنين تقريبا 92 99 كانت العاصمه ديال القوط انتهت وهي طليطله وسيطر المسلمون على الاندلس ولما نقول الاندلس خصنا ننتبهوا الى اننا نتكلموا على اسبانيا كلها والبرتغال والجنوب الغربي ديال فرنسا هذه كلها كانت ضمن الدوله التي كونها المسلمون في الاندلس اذا القاره الايبيريه كلها شبه جزيره ايبيريا بما في ذلك اسبانيا والبرتغال والجزء الجنوب الغربي من فرنسا هذه المدن اللي كانت في الجنوب الغربي بحال مثلا تولوز بحال كذا هذه كانوا فيها المسلمين دخلوا المسلمين ونشروا الاسلام فيها لما دخلوا المسلمين شكون اللي دخل الاندلس دخل جزء كبير من العرب اللي كانوا في الفتوحات الاسلاميه من الجزيره العربيه ومن الشام وكان معهم كذلك جزء من الجيل الثاني ديال الامازيغ الذين اسلموا الدليل على ذلك وان القائد ديال الحمله كان هو طارق بن زياد الذي يقال انه امازيغي من الجيل الثاني يعني باه كان اسلم ولكنه أخلق وهو مسلم وقاد الجيش المسلمين لدخول الأندلس دخلوا المسلمين الأندلس واستقروا بها من 92 إلى 132 هذا 40 سنة اللي خضوها المسلمين في الأندلس كانت كلها ديال تمهيد الاستقرار في الأندلس ووصول إلى جميع أصقاعها وتعيين العمال في جميع أصقاع باش تصبح المنطقة كلها في يد المسلمين في سنة 132 انتهت الدولة الأموية لأن هذا الفتح كان فيها الدولة الأموية انتهت الدولة الأموية وحلت محلها الدولة العباسية وهذا الشيء تعرفوا الطلبة واللي تعرفوا كاملين من خلال الدراسة ديالنا جات الدولة العباسية لما جات الدولة العباسية اشتغلت بالفتوحات في المشرق واشتغلت بالمشاكل ديال الإمبراطورية الكبيرة اللي هي في الجهة وأهملت الأندلس ما اهتمتش بها خلات العامل الوالي ديالها هو هذا يوسف فيهري خلاته بلاصتو ونبتغي إليها حط أنه واحد من العائلة الأموية التي انتهت من السيطرة ديالها وهو يسمى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام هرب من الشرق من بطن العباسيين وقرر يمشي للأندلس ويبدأ حياة جديدة كان شابا عمره 25 سنة
طموح، عنده إمكانيات ديال القيادة والزعامة لأنه من عائلة كبيرة، ففرع الأندلس ودخل إليها سنة 136. طبعا دوز واحد الفترة ديال سنتين وهو تيشوف كيفاش يأسس واحد الإمارة، يأسس واحد الإمارة أموية في الأندلس، وتمكن فعلا من ذلك سنة 138 أسس دولة اسمها الدولة الأموية بالأندلس. سموها الأندلسيين سموه عبد الرحمن الداخلي لأنه دخل الأندلس. وشاء الحظ أنه العمال ديال الأمويين اللي كانوا في الأندلس كلهم التفوا حوله، لأن علاش؟ حيت الدولة الأموية العصبية ديالها كما يقول ابن خلدون عصبية عربية، بينما العباسيين في الشرق العصبية ديالهم أو القوة ديالهم علاش مرتكزة؟ مرتكزة على الفرس. ولذلك كل واحد في الريحة ديال العروبة ديال كذا مشى الأندلس، فامتلأت الأندلس بالعناصر العربية وأصبحت لها مكان. إحنا الآن في 138 قضى فيها عبد الرحمن الداخل 33 سنة وتوفي وترك الأندلس مستقرة تنعم بالاستقرار والأمن والمسلمون يسيطرون على جميع أصقاعها. خلفه ابنه هشام، قضى على 11 سنين وخلفه بعد ذلك ابنه الحكم. هذا الحكم غادي نوقفوا عنده شوية، لأن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن كان رجلا أديبا مثقفا وكان محبا للحياة، وحول القصر الرئاسي اللي كاين في قرطبة، لأن قرطبة هي العاصمة ديال الدولة الأموية، حولوا إلى بلاط يشبه بلاط العباسيين وبلاط هارون الرشيد. معنى ذلك أنه استقطب المغنين والمطربين والشعراء والأدباء وأصبحت الأندلس يعني دولة محبوبة من طرف المثقفين ومن طرف المغنين والمطربين وغير ذلك. عاش واحد الفترة ديال 21 سنة 24 سنة، وفي آخر أيامه وصل مغني من مدينة بغداد اسمه أبو الحسن علي بن نافع ويلقب بزرياب. هذا زرياب مغني ظهر في بغداد في هذه الفترة 206-205، وكان ذنبه كبير بحيث أستاذ ديالو إسحاق الموصلي جاب واحد النهار وقدموا لهارون الرشيد وغنى قدام هارون الرشيد، وبارع في الغناء، صوته جميل، الملامح ديالو جميلة، أنيق الملبس، يعني الحضور ديالو عنده حضور فني كبير. لكن يظهر على أن إسحاق الموصلي ضايق منه، قال له سير وليدي تبقى على راسك، سير شي بلاصة أخرى الشرق أو الغرب، لا ما نسعوش حنا وياك هنا. فشد الرحال ورحل إلى قرطبة، أبو الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب. وصل إلى قرطبة سنة 206. لما دخل قرطبة، قبل ما يدخل قرطبة كان تيسد الأخبار ديال الرحيل ديالو مع القوافل اللي تيمشيو للأندلس، بحيث لما وصل جبر الأخبار ديال الوصول ديالو عند الجميع، ووجد من يستقبله من طرف الخليفة عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن الحكم، لأن عبد الرحمن كان توفى ذاك الفترة، ولده عبد الرحمن صار استقبله. وأول دخول ديالو لقرطبة دخل القصر ديال غصافة اللي هو بلاط ديال الأمير عبد الرحمن الثاني. عمل السهرة الأولى والسهرة الثانية والسهرة الثالثة، أبهر الناس بجمال صوته وبأدائه وبالعزف ديالو وكذا، وخلق واحد جف من المجتمع الأندلسي، وأصبحت العناصر العربية المتساكنة هناك تتطلع شوقا لرؤيته ولحضوره في حفلاته. كلفه عبد الرحمن هذا أن يؤسس معهدا يعلم فيه أبناء الأندلس الغناء العربي والعزف على آلة العود وغيرها. ففتح هذا المعهد، وكان هذا المعهد يمكن نقولوا أول معهد موسيقي في العالم، لأن في ذلك الفترة أوروبا تعيش العصر الوسط، عصر جهد الظلام، والمنطقة اللي راقية ذلك الساعات هي منطقة ديال العالم الإسلامي. فأول معهد تأسس هو هذا المعهد الذي أسس زرياب. زرياب عنده بعض المواصفات جعلته يعتبر مؤسسا للغناء الأندلس. أولا كما قلت لكم أنه كان رجلا أنيقا وأديب ويحسن اللباس ويحسن مشط الشعر ويجيد الغناء وله آراء متعددة حتى في العود، العزف على العود. فهو الموصل جاب معه شعر جديدة وهي زيادة وترة واحدة في العود، زاد وترة في العود، كانت عود فيها بعض الوتر، زاد وترة الخمسة ودارة في الوسط. فشي دابا يتعرفوا العازفين القيمة ديال هذه الوترة شنو عطات للعود القوة.
وأتذكر هنا أنه في الليلة فاش كان اجتمع مع هارون الرشيد، مع حضر في مع هارون الرشيد، طلب منه هارون الرشيد يغني. جا هو دار واحد الحاجة بخلطة الصواب، جبد العود ديالو، ماخداش العود ديال الأستاذ ديالو إسحاق الموصيلي. العادة أنه لما كانت عندهم أنه لما تيجي المغني يغني بغاني تيطلب العود ديال الأستاذ ديالو باش يعزف عليه. هو جبد العود ديالو وعزف عليه وأجاب العزف. جا هارون الرشيد قال له: ما حملك على ان اخذ على ان لا تاخذ عود استاذك وتستعمل عودك؟ قال له جاوبه قال له: حفظ الله الامير، ان عودي وان كان يشبه عود استاذي اسحاق الا انه اخف منه بمقدار الثلث، واضلعه رقيقه، واوتاره ليس كاوتار عود استاذي. لذلك اعطى نتيجه فهمت هكذا. وهذه من المسائل اللي قلقت اسحاق المصير، يعني ذاك التبرير اللي اعطاه ديال المعلم. المقصود انه جاب اشياء جديده، كذلك من الاشياء اللي غير السطعه ديال العود، ذاك الريشه باش نعسوا العود. هو هما في الشق اللي تيستعملوا قطعه من الخشب او من الصدر، هو استعمل الريشه ديال النسك. وجد انها رطبه وانها تعطي واحد النغمه، واحد الوتره تعطي واحد النغمه. المهم انه جاب واحد العدد ديال المستجدات، وجاب اشعار جديده والحان جديده، مما جعله يعتبر مؤسس الموسيقى الاندلسيه في بلاد اندلس. وبقات الاجيال اللي جات من بعد منه كلها تسير على نهجه. بقى الغناء ديال زرياب والطريقه ديالو والاسلوب ديالو والكلام ديالو هما هذوك على داك الشكل، حتى الفوقاش، حتى للمئه الرابعه، لان حنا كنا تنتكلموا على 206. دابا غادي ننتقلوا لسنه 390 هجريه، والدوله الاندلسيه الامويه في الاندلس في عهد ضمحلال. مع بعد العز وبعد الصوله بدات في التاخر في ضمحلال، وسيطر عليها الوزراء والحجاب، وصلت لمرحله ديال الانهيار. اللي وقع في الاندلس هو انه الولاة والعمال اللي كانوا في الاقاليم ديالها بحال مثلا الشبيليه وبلنسيه وقرطبه وكذا استقلوا بها، وتحولت الاندلس الى دوله مدن. ما بقاش دوله فيها قويه كما كان في السابق، بل تشمل هذه الدوله، وسيطر العمال والولاة اللي كانوا على الاقاليم سيطروا عليها واسسوا ممالك فيها. ودخلت الاندلس في مرحله تسمى مرحله ملوك الطوائف. ملوك الطوائف هي طبعا هذه المرحله كانت كارثه بالنسبه للاندلس مع الاسف، لان بعض القوه وبعض يعني الجهد الاجداد في صيانه هذه الدوله وقوتها تدخل في عصر ديال الانحطاط، وغادي النصارى المسيحيين الموجودين في الشمال ديال الجزيره الايبيريه ماشي يتكتلوا وتوحدوا ويبداوا يضغطوا على الاقاليم الاسلاميه. وفعلا خلال هذه المئات السنه المشؤومه استرجع الاسبان عدد من المدن الكبيره، اولها زاراغوزا اللي كانت عاصمه الشمال، ثانيا مدريد، مجريد، برشلونه، طليطله اللي كانت عاصمه قديمه اسبانيا، كلها سيطروا عليها الاسبان وتحولت الى يدهم. بقات الاندلس في الجنوب، بل اخذوا يضغطون على اشبيليه للاستيلاء عليها. وهنا وجد الامير ديالها انذاك وهو المعتمد بن عباد انه لا مناص يستدعي الخليفه، لا يستدعي الملك ديال المغرب السلطان المغرب انذاك يوسف بن تاشفين لينجد المسلمين في الاندلس. فدخل يوسف بن تاشفين الاندلس بجيش مغربي، جيش كبير، وانتصر على الاسبان في معركه كبيره تسمى معركه الزلاقه. وهذا الانتصار زاد عمر الاندلس 400 عام، 400 سنه اخرى زادت عمر الاندلس. هذا الانتصار جعل يوسف بن تاشفين رجع يفكر، قال الى بقات الاندلس تمشتت النصارى غادي يعاودوا يجتهدوا ويعاودوا يديوا اللي بقى. لذلك عاد مره اخرى الى الاندلس وقضى على ملوك الطوائف، والحق الاندلس بالمغرب، ولات ولايه مغربيه انذاك طوال 170 عام، وهي الاندلس جزء من المغرب طرف منه. طولنا شويه في هذا الحديث على عصر ملوك الطوائف، ولكن لابد منه. عصر ملوك الطوائف حقيقه كارثه سياسيه، ولكن كان من ناحيه اخرى كان عصر القوه ديال الموسيقى الاندلسيه مع الاسف. اولا الملوك اللي كانوا في او الامراء اللي كانوا في المدن كلهم عملوا بلاطات وعملوا وبداوا يستقبلوا الشعراء والادباء والكتاب والموسيقيين، واصبحت البلاطات ديالهم تضاهي بلاطات الشرق العربي. وظهروا في هذه الفتره ديال ملوك الطوائف واحد العديد ديال الشعراء كبار، بن زيدون، بن عمار، بن خفاجه، واحد العدد شعراء كبار وعدد مؤلفين وكتاب، وظهروا كذلك عدد كبير من الموسيقيين
وأشهرهم بلا شك هو أبو بكر بن باجة. تعقل على الاسم أبو بكر بن باجة. أبو بكر بن باجة هو فيلسوف عنده كتب في الفلسفة، هو طبيب حكيم يعني عنده كتب في الطب، وعنده كذلك مجهود عمل مجهود كبير في الموسيقى ذكره المؤرخون بشيء من التفصيل. أولا هو اللي قعد الألحان ديال الموسيقى ورتبها ونظمها. يقول عنه بعض الذين كتبوا عن هذه المرحلة تقول عليه صاحب الفطيب، هذا الفطيب ديال البقاري حمد البقاري، كتب اثنين ديال الأجزاء، خصص الجزء الثالث للغناء وتاريخه في الموسيقى الأندلسية في الأندلس. تقول صاحب الفطيب البقاري تقول إن ابن باجة في الأندلس، إن ابن باجة في الأندلس هو بمثابة الفارابي في المشرق، بحال الفارابي. الفارابي معروف أنه في المشرق العربي كبير الناس اللي قعدوا الموسيقى وكذا إلى آخره. وإليه تنسب الألحان المطربة في الأندلس التي عليها الاعتماد. الألحان اللي عليها الاعتماد في الأندلس ستنسب له هو اللي ذكرها. وإليه تنسب الألحان المطربة في الأندلس التي عليها الاعتماد. تقول عود مؤلف آخر اللي هو تفاشي في الكتاب ديالو متعة أسماء في علم السماع، تقول إن ابن باجة مزج الغناء المشرقي بالغناء الأندلسي المحلي، يعني مزج الغناء العربي في الأندلس بالغناء ديال السبليون، خلفهم وعملوا واحد التكلفة جديدة، واخترع طريقة لا توجد إلا في الأندلس، مال إليها طبع أهلها ورفضوا ما سواها. بمعنى هذا الكلام شيء يدل على إيش؟ تدل على أن الموسيقى الأندلسية أصبحت لها شخصية جديدة وكيان جديد، وأنها استفدت من الأنغام الموجودة في البيئة المحلية إسبانيا واندمجت فيها الأنغام العربية بهذه الأنغام وأصبحت لها صفة خاصة. من هنا هذه المرحلة غادي تبعات الموسيقى الأندلسية على الموسيقى المشرقية اللي بقى عندها علاقة بها. شكون الفضل اللي يرجع لأبي بكر بن باجة؟ أبو بكر بن باجة توفى في فاس وهو مدفون في فاس، هذه ربما تعرف أحد، هو مدفون في الضريح ديال سيدي بكر العربي اللي هو كذلك كان قاضي في شبيلية واللي هو كذلك كان علم الأندلس. سيدي بكر العربي كاين في باب عايز باب السكمة، كاين تما القبور ديال الشيخ أبو بكر العربي اللي هو فقيه كبير وعالم كبير في العلوم الدينية، وكاين كذلك ابن باجة اللي هو كذلك من كبار علماء الأندلس. غادي ننتقلوا بعد دابا الآن الأندلس أصبحت في يد المغاربة، أصبحت مغربية، لذلك يمكن نقول أنه هذا الفترة ديال 170 سنة بدأ تأثير الموسيقى الأندلسية يصل إلى المغرب، وإن كان ماشي بكيفية مباشرة بكيفية غير مباشرة، لأن الفطيب تقول واحد العبارة تتكلم في هذه المرحلة ديال المرابطي العصر المرابطي، تقول إذا مات عالم بإشبيلية حملت كتبه إلى قرطبة، لأن قرطبة هي عاصمة العلم تتبع كتب ديالو في قرطبة، وإذا مات مطرب بقرطبة وإذا مات مغني بقرطبة حملت تركته وآلته وغير ذلك وبيعت في إشبيلية. بإشبيلية هي العاصمة الموسيقى، فعلا كانت إشبيلية هي العاصمة الموسيقى، لأن صناعة الآلة الموسيقية كانت متركزة في إشبيلية. حتى إن المؤرخين يقولوا لا يوجد بالمغربي أي آلة موسيقية إلا إذا كانت مصنوعة في الأندلس وفي إشبيلية. هذا يدل على أن الموسيقى هذه المرحلة بدأت تدخل المغرب بكيفية بسيطة شيئاً ما. فوقاش غادي تكون الموسيقى تدخل المغرب بصفة رسمية في العصر المغربي وأواخر العصر الموحدي وبداية العصر المغربي. علاش؟ في سنة 690 اشتبك الجيش الموحدي مع جيش إسباني كبير جاء بقصد احتلال مدينة إشبيلية في معركة تسمى معركة العقاب، تسمى سبلون لاس نافاس وتورسا. هذه المعركة مشؤومة خسروا فيها المغاربة مع الأسف بسوء تدبير بعض الأفراد اللي كانوا ذاك الساعة في القيادة، وكانت تأثيراتها خطيرة جدا لأنها ضعفت الوجود الموحدي في الأندلس، الوجود المغربي في الأندلس، وقوت الإسبان. ومازال حتى الآن هذه القرية اللي جرت فيها هذه المعركة في ذاك النهار بالذات
تيخرجوا الاسبان حاملين داك الرايه ديال العقار، الرايه ديال الموحدين مطروزه في الايه القران وكشي، وتيتجولوا بها في الشارع تيحتفلوا داك النهار اللي تعتبروا يوم النصر. راه دابا تشوفوا في فيسبوك بعض المرات تيبينوا هاد المناسبه. المهم ان بعد سقوط المغاربه في هذه المعركه ضعفت الاندلس، فبدا الاسبان يسيطرون، بدا واحد المعركه مرحله تسمى حركه الاسترداد الثانيه. حركه الاسترداد الاولى هي الاولى اللي خداو فيها طوليطيلا وزاراغوزا وكذا، دابا هذه حركه الاسترداد الثانيه هي اللي غادي ياخذوا فيها المدن الاندلسيه الكبرى اشبيليه وقرطبه ومرسيه وبالنسيه. لما تخذت هذه المدن الاسبان، تقول ابن خلدون رحل من كان بهام الموسيقيين والمغنين وقصدوا بئر العدوى. شوف ابن خلدون في المؤرخ ابن القديمه ديالو تيقول هذه الكلمه، تيقول لما هذه المدن طاحت في الاسبان، سقطت في الاسبان، ما بقى المغنيين ما عندهم ما يعملوا، رحلوا الى بئر العدوى، قطعوا جبل طارق ودخلوا لبئر العدوى يعني في قصبة المغرب، واستقروا بحواضرها. وكانت اكبر حاضره انذاك هي مدينه فاس، كانت هي الحاضره الكبرى ديال المغرب انذاك، واللي غادي تصبح عاصمه للدوله المغربيه طوال العصر المغربي. 300 سنه ديال العصر المغربي كلها غادي تكون فيها فاس هي العاصمه، وغادي تستقبل العلماء والكتاب والادباء والشعراء والمغنيين وكل شيء. هذه هي هنا في القرن الثالث عشر بعد السقوط الكبرى حوالين الاندلس في الاسبان، قرطبه مرسيه بالنسيه اشبيليه، رحل من كان بهذه المدن الكبار الموسيقيين والمغنيين، واستقر جلهم في مدن المغرب وخاصه فاس التي ما لبثت اصبحت عاصمه المغرب بعد المغربيين اواخر القرن الثالث، حيث عرفت الموسيقى الاندلسيه تطورها وازدهارها. من العوامل اللي جعلت الموسيقى تزدهر في هذه الفتره جوج ديال العوامل. العصر المغربي، العامل الاول هو احتفال المغربيين رسميا بعيد المولد النبوي وظهور فن المولديات. فقد قرر السلطان يعقوب ابو يوسف يعقوب انه يوقع الاحتفال رسميا بعيد المولد النبوي وفي سنه 690 او 93 هجريه، واصبح منذ ذلك الحين يتنافس المغنون في غناء المواليد شعار المولديه، بالإضافة إلى ذلك عامل آخر وهو ظهور الزوايا الصوفية وانغمارها في تلحين الأشعار الصوفية. وطبعا لا المولديات ولا الأشعار الصوفية كلها خدت نفس الجلابة ديال الموسيقى الأندلسية، يعني أصبحت تغنى بألحان الموسيقى الأندلسية، وهذا اللي قوى الموسيقى الأندلسية وجعلها تقوى وتكون موجودة في المغرب خلال هذه الفترة. مع الأسف ما عندناش واحد مؤلف في هذه الفترة اللي تيكتب لنا فيه صاحبه الأشعار اللي كانت تتغنى وكيفاش كانت الموسيقى. علاش؟ لأن كان هناك تيار في المغرب آنذاك، تيار متشدد ضد الموسيقى، تيار متشدد ضد الموسيقى، يعتبرها حراما ويعتبرها رجس على الشيطان إلى غير ذلك. وكان هذا التيار مرة تيقوى وتيتخبعوا الموسيقيين وتنتهي تكون تيار الموسيقى انتهت. واللي جعل الموسيقى تبقى محافظة على قوتها هي الزوايا، لأن الزوايا راه كاين واحد الغلاف ديني، غطاء ديني ما كاينش اللي يهضر معاهم، بقى الزوايا الآلة مخبعة في الزوايا وغير ذلك. عاود لما في السحاب تظهر شي عالم يبيح الموسيقى وحليتها، تعاود يظهر الموسيقيين، وهكذا خلال العصر المغربي. فوقاش غادي تصبح القوة للموسيقى الأندلسية؟ في العصر السعدي. العصر السعدي هو عصر ازدهار ديال الموسيقى الأندلسية، وجود أولا الموسيقى ولات مغربيه بصفه رسميه. الدليل على ذلك هو انه عدد ديال الاشعار وعدد ديال الانغام وعدد الالحان والايقاعات خلقت في العصر السعدي بايقاع الدرج وايقاع التمشويه. خلال العصر السعدي بصفه رسميه، خلال العصر السعدي اصبحت الموسيقى الاندلسيه منتشره في جميع حواضر المغرب، واخذ الموسيقيون المغاربه يؤلفون الالحان على منوالها. انتبهوا، القوالب الموسيقيه راه كاينه، المغاربه يؤلفون على منوالها اشعار جديده والحان جديده، ومن جمله ويرممون ما ضاع منها، لان كتوقع بعض المرات تيجي شي وباء بحال نهايه القرن الرابع عشر، جا واحد الوباء سميته الطاعون الاسود وعبى الثلثين في سكان الحواضر، بحيث من جمله الناس تيموتوا الموسيقيين والمعلمين وكذا، فيحتاج الامر الى من يرمم ويعيد الحياه الثقافيه وللغناء بصفه اخرى.
من جملة ما أبدعوا المغاربة نوبة الاستهلال. هذه نوبة كاملة، هي كانت نوبة موجودة كنغم كايس، ولكن تأليف ديال الصنائع ديال نوبة الاستهلال تم في هذه المرحلة ديال القرن السادس عشر ديال العصر الموحدي، العصر السادس. كاين واحد الحكاية تتحكي في هذه الفترة على السبيين القوة ديال أهمية الغناء في العصر المجتمع ديال السعدي. تقولوا أنه هذه الحكاية ذكرها محمد بن خالد الناصري في كتاب الاستقصاء يا إخوان الأقصى، قال على أنه القاضي ديال فاس القاضي أحمد الحميدي قرر يمشي هو وجماعة من أعيان فاس يمشي يهنيو السلطان أحمد بن مصر الذهبي مراكش بمناسبة العيد. رحل الوفد مشى لمراكش وحضروا بيع السلطان وقدموا له التهاني بمناسبة العيد وعادوا، وعاد سيد ما تمشي واحد وفد واحد المدينة بحال فاس هذا تيحضر الناس الزائرين بهدايا وصيلات، تسمى الصيلة يعني الهدايا التي تقدم للوافدين. لما كانوا راجعين في الطريق سولوا كل واحد يسول شنو عطاك السلطان شنو خدمت مع السلطان، تيقول الحميدي تيقول الحميدي جبر على انه الموسيقيين خداو كثر من العلماء والفقهاء في كثير، بل ان احد المغنيين اعطاه السلطان ليرة نيرة نيرة يعني شبابة نيرة ديال الذهب دام خالص. شنو قال الحميدي؟ قال لئن رجعت الى فاس لأردن أولادي إلى صناعة الموسيقى، فإن العلم صناعة كاسدة، ولولا أن الموسيقى هي العلم العزيز الصحيح ما رجع المخفقين ورجع المغني بشبابة إبليس. قال من يولي فاس نجد ولادي يقرأوا الموسيقى هذا علم اعتمدوا به لأنه ما تربح، وكما كان تربح ما رجعش على خاوي الوفاض شي حاجة قليلة ويرجع المغني معاه وحشي على فيس. بقية الموسيقى عند الأندلسية في هذه المرحلة ديال الازدهار العصر العلوي بالأخص في العصر العلوي اللي بغيت نشير له هذه النقطة بالذات، وأنه في المؤلفين المغاربة هما شحاح شوية ما تيكتبوش بزاف، لحيث هذه المرحلة اللي تكلمنا عليها كلها لا نجد كتبا موسيقية. شنو تجبروا اللي تكلمنا على الموسيقى وعلى الطبوع ديالها وعلى الغنم ديالها؟ تجبروا واحد القصيدة كتبها عبد واحد المشريسي تتكلم على الطبوع اللي تكلم لكم عليها غدا السي عبد الجليل الرشافي، وتنصيبوا انه واحد المؤلف سميته محمد بن علي الوجدي كتب كتابا في الموسيقى في الترجمه ديالو، فهو الكتاب ما كاينش، كتب كتاب في الموسيقى. هذا الشيء اللي كاين في خلال العصر السعدي كله والعصر المغربي، بمعنى ان المغاربه لم يكتبوا حتى الموسيقى ولم يهتموا بها خوفا من الفقهاء وسيطرته وخوفا من قضيه الحلال والحرام وكذا الى اخره، بقاو تيتصنتوا هي موجوده الان الموسيقى وصافي. فوقاش غادي ينتبهوا الى خطوره ذلك وتاثير على الموسيقى حتى القرن الثامن عشر المغرب ظهروا المؤلفات الجديدة في الموسيقى واللي غادي يقصوها الناس المجامع خوفا من ضياعها. تدوين أشعار الموسيقى الأندلسية لم يبدأ جميع أشعار الموسيقى الأندلسية والتدوين إلا في وقت متأخر حين خاف الناس من ضياعها، ومن أشهر الدواوين الشعرية المعروفة والمتداولة كتاب إيقاد الشموع للذة المسموع بنغمات الطبوع. هذا أول كتاب اللي هو معروف مع أنه لم يكتشف إلا حديثا. هذا الكتاب تكتب في 1721، مع الأسف هذا الكتاب مبثور في النهاية ديالو كاين من غير نص، ولكن أكاديمية المملكة المغربية مشكورة قدم طبعته وحققه الأستاذ عبد العزيز بن عبد الجليل مشكورا وعمل فيه واحد العمل جليل في العلم. هذا الكتاب الأول. الكتاب فيه يلاه 8 ديال 6 النوبات هما اللي كاينين، 6 النوبات الباقية في الجزء الثاني اللي ضايع. الكتاب الثاني كتاب عروض الغناء في اصول الغناء، المؤلف ديالو مجهول، ولكنه كتب تقريبا منتصف القرن الثامن عشر 1752-1753. الكتاب الثالث كناش محمد بن حسين الحايك، كناش الحايك اللي معروف تنتكلم عليه الان، كناش محمد بن حسين الحايك الذي ظهر في نهايه القرن الثامن عشر. علاش هذا الفتره بالذات؟ هذا الفتره في 1799 عاش المغرب وباء خطيرا مع الاسف، وباء الطاعون. وهذا الوباء تقول عليه المؤرخين انه ضيع واحد جزء كبير 3 ارباع من سكان الحواضر، حتى ان الناس ما بقوش ساكنين في المدن، ولاو ساكنين في الباديه هربوا من المرض وهربوا من مشوا للباديه. وتيقول صاحب الاستقصاء انه تيتكلم على فاس انه من كثرتي من قله من يروجوا في الشارع وكذا الصيف لبس فيه ربيع ما بقى حد يدوز فيه، الصيف كان هو السوق ديال الخضره لبس فيه ربيع، تعبر العباره على ذلك انه
وقعت كارثه حضاريه بالنسبه لابنه. في هذه الفتره بالذات كتب محمد بن الحسين الحيدر، يمكن يكون خاف او شاف على انه المعلم يتيموت والاله تضيع، فكتب كناشه وعمل فيه واحد العديد من الاحتياطات، عمل فيه الصنايع اللي تيتغناو، وعمل عدد الادوار الايقاعيه قدام كل صنعه، عمل عدد الادوار بالليل بلا يمشي تمشي داك الشيء يضيع وما يعرف ما يعرف حد الحقيقه ديال الغناء ديالو. المهم انه كان هذا الكتاب هو اول ديوان شعري اللي هو كامل، واللي هو تيأرخ الموسيقى في هذه الفتره. نمشي دابا كنا نتكلموا عن 1800، دابا الان حنا في 1885. 1885 تنرجو انه الموسيقى تغيرت، وتنرجو ان ابراهيم التاديلي في كتاب اغاني الثقه تيقول على انه الموسيقيين ما بقاوش يكتبوا يعرفوا يغنيوا الحايك الكناش الحايك، وضاعت عدد الالحان ديالو وتخلطت وكذا وكذا، وتعطي واحد الصوره سوداويه على الموسيقى في ذاك الفتره نهايه القرن التاسع عشر. هنا من حسن الحظ ديال الموسيقى الاندلسيه انه هذا القرن التاسع عشر عاشوا ثلاثه ديال الوزراء التابعين، المختار الجامعي والعربي بالمختار الجامعي ومحمد بالعربي بالمختار الجامعي، يعني واحد فيهم كان وزير ديال السلطان مولاي عبد الرحمن، والثاني كان وزير ديال السلطان محمد بن عبد الرحمن محمد الرابع، والثالث كان وزير ديال السلطان مولاي الحسن. هاد الوزراء كانوا موالح بحالكم هكذا، موالح تيحبوا الاله وتيجمعوا المطربين وكذا وكذا. ظهرت لاخرهم وهم الحاج محمد الجامعي، ظهرت له واحد الفكره انه يجمع المعلمين ويعاودوا ترتيب الاله، ويالفوا كناش رسمي، يكون هو كناش رسمي ديال الاله الاندلسيه ديال الموسيقى الاندلسيه. هو المسمى بكناش محمد بن عبد الجامعي، هذا ماشي عمل ديال شخص واحد، جمعوا المعلمين اللي كانوا ذاك الساعات في ذاك الفتره، تنعرفوا بعض الاسماء ديالهم، كان زيع السام بريه بان محمد بريهي، وكان تحيفة، وكان حدو بن جلول، وكان واحد العدد ديال المعلمين اللي كانوا ذاك الفتره، جمعوا وجلسوا واحد المده وهما تيشتغلوا حتى وجدوا الديوان. هذا جانب. العرب الجامعي بان محمد مختار الجامعي، العرب الجامعي بان محمد عمل كان فتح اول مدرسه لتعليم الموسيقى الاندلسيه قدام القصر الملكي في فاس. هذه كذلك لعبت واحد الدور في تكوين واحد العدد ديال الموسيقيين وديال المعلمين. هذه المجهودات اللي بدلوا الاسره الجامعي والكتاب ديال الكناش الجامعي اعطى الموسيقى الاندلسيه الصوره ديالها اللي كاينه الان. فالاله اللي تغني لهم الان اللي كاينه دابا في السوق هي كناش محمد بالعربي الجامعي، مسمي على الاسم ديالو، ماشي والده المعلمين اللي كانوا ذاك الفتره، ولكن مسمي بسميته لان هو اللي صار عليه، هو اللي راه نسخ هذا الدواوين كلها كاينه في المعرض ديال الرجل تشوفوها. هنا واحد عملنا واحد الاستدراك، رجعنا لكناش الجامعي لكناش الحيك، المكتب محمد بن حسين الحيك لكناش ديالو في ذاك الفتره الحالكه من الوباء وغير ذلك، وجد على انه واحد الطبوع اللي كانت معروفه في الموسيقى الاندلسيه حسب ما تكلم عليه رقاد الشموع 25 طبع 25 نغمه، اشبع ان هذه الانغام ضاعت، النوبات ديالها ضاعت، ما بقاتش تتغنى، ففكر انه يختار النوبات القويه وذاك النوبات اللي ضعيفه يدمجها في النوبات القويه اللي قريبه لها. هادشي اللي يتكلم عليه سيدي عبد الجليل ان شاء الله بتفصيل احسن مني. المهم الكتاب ديالو جاء، الكتاب ديال الحايك هذا جاء في 11 نوبه ماشي 25، 11. علاش؟ لانه عمل واحد العمل ديال التجميع وديال اعاده الترتيب ديال هذه اللي بغينا نقول حنا في الفقره. جاء كناش مشتمل على 11 نوبه، رمل المايا، صبيهان، المايا، سبيل، سيدان، غرز، غير تحسين، الحجاز الكبير، الحجاز الشرقي، عرق عشر، عشاق، يعني اللي كاين عندنا الان. كناش ملي تنقارنوا الكناش ديال الحايك والكناش ديال الجمعي تنوجدوا ان واحد الخلاف كبير كاين. اولا الترتيب ماشي هو، ثاني الصناع ماشي هما، تنوجدوا انه المعلمين الكبار بدلوا بزاف الاشعار ودخلوا اشعار صوفيه ودخلوا اشعار جديده وحيدوا واحد العدد ديال الاشياء اللي كانت مستعمله مابقاش مستعمله، بحيث تنوجدوا على ان كناش الجمعي عمل اعاده الترتيب، وعمل اهم حاجه عملها كناش الجمعي هو ترتيب الميزان. لان من قبل لما تنشوف الدواوين القديمه بحال عروضه الغناء ولا ايقاد الشو ولا كذا،
تنجو انه المعلم ما تيلتزمش بالترتيب ديال الميزان الموسع مورا الموسع القنطره والسيره داكشي المسجله بحال اللي نشوفوا الان. لا كان يظهر متعلم بعض المرات يقدر يغني بوحده تيعمل صناعه من الوسط وصناعه من الراس وكذا بحيث اللي غادي يعطي الموسيقى الاندلسيه الحمله ديالها الجديده الان رتب الميزان ديالها ترتيب على القاعده هو كناش الجمل ولذلك يعود له فضل كبير على الموسيقى الاندلسيه. هنا هذاك الجماعه اللي دويتكم عليها الان اللي صوبت هذا الديوان كان خدات التعليمات من السلطان انه الديوان الجديد كنا الجمعي هو اللي تقرر ويعدل عن ما سواه اصبح هو العمده بحيث ذاك المعلم اللي داو كنا شارع بداو يقريو يعلموه صافي ويعلموه لتلامذتهم وكذا واصبحوا العمده. الدليل على ذلك وانهم سناخذوا كتاب ديال السلطان الرحمات ديال العبد السوداء هذا كتاب تيتكلم على البغضاء قصيده البغضاء كيفاش تغنى في قبه مولديس ودير فيها على انه لما تيوصل لواحد المحطه في البغضاء تيغنيو صنائع من الاله في الموضوع بالمدح. جاوب في الكتاب ديالو عملكم الناس الجمعي بمعنى انه اصبح معتمد فوقاش كتب هذا الشيء في سنه 1990 بمعنى انه من بعد يعني 1885 حنا 1990 اصبح الكناش الجمعي هو الكناش المعتمد. والكتاب ديال اللي ديال اللي عاد حقق السي عبد العزيز بن عبد الجليل ديال اغاني الثقه التدلي تيتكلم كذلك بالتفصيل على هذه المرحله وحضر على المرحله ديال الميلاد كناش الجمعي وتيقول انه الكناش هو المعتمد الان في الطرب. الموسيقى نتكلم الان على الموسيقى بالنسبه لاول القرن العشرين. في القرن العشرين بقات الاله على الشكل القديم. كانت واحد ملاحظه خصنا ننتبهوا لها وان المعلمين الكبار رحمهم الله جميعا كان المعلم تيكون داك الشيء عنده الموسيقى عنده مخزونه في السطر ديالو لا يمكن ان يعلمها للاخرين الا علمو تعلمو انصرافات وكذا في الصناع الكبار ما كانش يتعلمها الا تعلمها الا شي واحد عزيز عليه وقريب منه او يخلص الفلوس بزاف بسبب داك الشيء انا غادي تضيع لان تبقى عند ناس كبار وتيقول صافي شو تعبتي مع داك الشيء كله. فهذا هو اللي لاحظوا الهواه ديال الموسيقى الاندلسيه عام 39 لما تعقد المؤتمر ديال الموسيقى الاندلسيه عام 39 المؤتمر ديال الموسيقى المغربيه كانت واحد الجماعه ديال الهواه على راسهم السي محمد الفاسي رحمه الله ومعاه السي عبد الصغاري ومعاه سامي فيلالي ومعاه واحد الى عدد من الوجوه اشخاص كانوا ملوعين وتيحسوا بالبياع ديال الموسيقى الاندلسيه جاوا ما داروا في فقره ديال المهرجان انه الدوله تستدعي المعلمين الكبار وتعمل لهم واحد الاستنطاق لهم شنو حافظين من الموسيقى الاندلسيه. راه هذه البيبي العمليه راه كاين في المغرب تيزو في المغرب جلسوا داك المعلمين كلهم تسعود المعلمين من المغرب كلهم بقيت تاري ريهي حاج عثمان التازي عبد القادر كوكيش كاع المعلمين الكبار ديال ديال فاس وديال مراكش وديال الرباط وديال جوعوا كلهم تسعود بهم واللي عنده شي حاجه صرح بها وخرج قرار انه هذه الموسيقى اللي كاينه في هذاك الوثيقه اللي راه تشوفوها تحت ينبغي ان تبقى للجيل الجديد وتتعلم في المعاهد وتعطات قوه كبيره للمعاهد ولتدريس الموسيقى الاندلسيه في المعاهد حتى انه بقات مرحله هذيك المرحله من 39 حتى الاستقلال المعاهد تعلموا غير الاله صافي وملي جات الاستقلال المعاهد كذلك تعلموا غير الاله عاد دخلت الموسيقى الغربيه والشرقيه وكذا وكذا ما المعاهد كتستعلم الاله صافي باش الاله تبقى مستمره وهذا هو الفضل اللي تعود لهذا المهرجان تعتبروه مهرجان حاسم ومؤسس للموسيقى الاندلسيه الحديثه. الان نعطي واحد التعريف بالنسبه للشباب اللي معنا حاضرين واللي ما تعرفوش ربما هاد الناس اللي حنا معاهم على الموسيقى الاندلسيه في النصف الاول من القرن العشرين في قصه محمد بريهي رحمه الله لاحظوا انه خلق في القرن التاسع عشر وتوفى في 44 اشتهر بالإيمان الواسع بطرب الآلة وبراعته في أسفاع الآلة الرباب وكون واحد مجموعة من التلاميذ هو معلمش بزاف وعلم واحد عدد قليل ديال الناس التلميذ ديالو المخلص هو الحجر في المغرب لأن كان لاصق فيه متصل به باستمرار هو التلميذ ديالو الحقيقي وكان لما داز المؤتمر ديال 39 لزموه ديك الساعات السلطات ديال الحماية أنه يعلم الموسيقى دار السلاح علم الضحية السبهان علم ميزان واحد الضحية السبهان ونهار باش كان التعليم على انه خرج بكاع تيقول انه غادي يبغي غادي يعلم كذا
طلعت القيسارية شدوا الحول القيسارية كل شيء طلع يتعلم الآلة عنده في كامبري راح إلى أصفهان. لذلك كان أصفهان شائع من الفاس معروف في البلد. كامبري رحمه الله كان عازف على الرباب من على رفيعة وتعلم على باه سعد السلام وهو علم كذلك الحجر كيم غيس وتعلم عليه من عند كليشي حجر قليلة. نزيدوا شخص آخر حاج عمر الجعيدي. هذا حاج عمر الجعيدي رحمه الله تبارك كذلك من المعلمين عاش خلقت بداية القرن الماضي القرن 19 ومات عام 52 ولد بفاس وضيع في عسكر على أسر غباب وكمان تسمعوا دم الجوق ديالو هذه المشاركة ديال الجوق ديالو في القاهرة. هذا المنشد ديالو اللي كان معاه زيدي هو هذا الحاج عمر الجعيدي كان جميل الصورة وكان حسين العزف على الرباب وعلى الكمان وعلى الأخرى وكان ترأس الوفد المغربي اللي مشى حضر في مؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة عام 32 وهذا هو التسجيل ديال اللي سمعوا التسجيل ديال عام 1932. ثالث الكبار اللي عاشوا في 1929 هذا الوفد الموسيقي اللي حضر في القاهرة كان على اليمين عبد السلام بن يوسف عازف على الرباب كان قدامه حبيبين بيركو من أقباط كان قدامه الحاج عمر الجعيدي قدامه ابن غبريط العازف عن الكمان قدامه الفقير المتاغي وقدامه دادي العود وقدامه شويكا المطرب شويكا شويكا هو هذا الصوت الرفيع اللي تسموه هذا هو ديالو رفيع جميل. ثالث الثلاثة الكبار هو الفقير المتاغي رحمه الله ولد بفاس هو في نهاية القرن 19 وقتها هو بحث آخر من القرن 19 ومات عام 46 كان عازف على الآلة الكمان وعلى الرباب وعلى الآلة الموسيقية كلها وهذا عنده واحد الفضل كبير لأنه علم واحد الشريحة كبيرة ديال التلاميذ وقدر عليه واحد العدد ديال المعلمين والآلة ديالو يتسمي زر الرصانة ديالها. هذا المعلمين الثلاثة اللي بينا عليهم الآن كل واحد عنده من الآلة ديالو عنده واحد الطابع سي عمر الجعيدي كان الآلة ديالو شوية مهزوزة في كان تريك الآلة ديالو شوية غزيرة موسعة وكان تريك الآلة ديالو وسط كل واحد عنده واحد الصفة مش بحال بحال تيعزفو كل واحد عنده أسلوبه في العزف. هادو معلمين أخرين عاشوا ولكن ماشي في المستوى هذا كان حبيبي البيكو كان رئيس الجوق ديال الإذاعة الوطنية حتى 1952 هو رئيس الجوق ديال الإذاعة الوطنية راديو ماروك قدامه الحاج عثمان التازي عنده جوق فاس كان مشهور معروف وتمسع بقدر كوكيش اللي كان استاذ من احد واللي غادي يحضر في المؤتمر ديال 39 ومعاه الجوق ديال الشبان بحالكم هكذا اللي تيعزفوا كذا الى اخره. النصف الثاني من القرن العشرين التلامذ ديال هذا الجماعه ديال هذا المعلمين هما اللي غادي يشوفوهم في قسم النصف الثاني من القرن العشرين كاين واحد الفرق بينهم وبين الجيل السابق. الجيل السابق ما كانش الجوق تبعوا معايا هذه الملاحظه ما كانش يفهم الجوك. الجوك يعني واحد الجماعه ديال الناس يخدموا في السيرة اليوم وكذا 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 وعندهم تعبير موسيقي واحد. لا كان المعلم كان راجع عند واحد الحفله ولا الحفله تيخطع المعلم تيقول له واش كون بغيت تستعمل في الجوك؟ قال له بغيت العوام في الفلاني ولا كان يجي في الفلاني وكذا كذا وتيختاروا وتيجي يحضروا مع المعلم لحيث ما كانش الجوك. كان الجوك يعني حسب المزاج ديال صاحب الحفله ولا حسب بعض المرات يكلف المعلم تيقول له انت شوف لي تيختار واحد الحفله. لما جاء عام 39 وبانت جاو كان ديك الساعات الفرنساويين والاوروبيين وكذا وكذا وشافوا على انه الامور تبدلت الجيل الجديد اللي جا من بعد اسس الجوك. الجوك يعني مجموعه ديال الافراد عواده وكمالجيه وعازفين ايقاع وكذا ويكونوا يخدموا مع المعلم ويتسانسوا بالفقه ديالو ويتسانسوا بالعمل ديالو وهذا هو اللي عطى الجيل الجديد عطى واحد الميزه خاصه باش تشاهد الدراري تنسمعوا الان ديال الملاحم ديال بليلي ديال الحاج عبد الكريم الرئيس القدام وديال هادو محمد عبد التنتماني هادو تساجيل عصريه لابد نفهم في ذاك الوقت لانه فيها لوكستراسيون توزيع جديد فيها تنظيم العزف فيها الى غير ذلك. هادشي بغينا نقولوا في هذه اللوحه. الان غادي نتكلموا عن الجيل اللي ود عليه اخر القرن الماضي على الموسيقى الاندلسيه في النصف الثاني من القرن العشرين. ملاحم الدكري رحمه الله خلق فاس وتتمدى على يد عدد من المعلمين
والتلميذ ديال الخير تاع ايفيل بريهي كان هو معلم نجار وكان في الفتره ديال الوطنيه في الفتره ديال الازمه الاقتصاديه رحل طنجه واستقر فيها واحد المده ديال 10 سنين وتزوج تما ودار الاسره ديالو وكذا ولكن عاود رجع لفاس رجع لفاس واسس فيها الجوق ديالو عام 46 وعام 52 استعاوه واصبح مدير ديال رئيس الجوق ديال الاذاعه الوطنيه بدا تعوض حبيبين ديال الكل الجوق ديال ملاح الدوكيلي كان من اروع الاجواء لان كان فيه منتخب ديال احسن العازفين على الصعيد الوطني الحجر كما قال سبحانه الله من بعد توفى البريا عام 44 خلى جوق فيه ناس كبار شويه وفي كذا فالحجر كيما خذ ذاك الجوق وكافح معاه يعني واحد المده طويله معاه الحجر المتخصصي ومعاه عازفين كبار ذاك الساعات اسس الجوق ديالو واعاد الحياه لهذا الجوق والاستمراريه الصوره ديال الجوق في المهرجان ديال القرن الثاني 82 محمد العدو التمساماني تلميذ ديال ملاح الدوكيلي لما كان في طنجه ملاح الدوكيلي تعلموا عليه واحد العدد ديال المعلمين مجموعتهم اسمه محمد العدو التمساماني اللي هو طنجاوي مشيت تطوان طنجاوي ولكن عين السلطان سيد محمد الخامس رحمه الله مدير ديال المعهد الموسيقي تطوان فانتقل الى تطوان واسس واحد الجوق عتيد مهم هو ثالث الاجواق الكبرى في المغرب الصوره ديال الجوق ديال 82 في المهرجان ديال 82 وعمل واحد الجوج ديال اليازل بقاو في التاريخ الكوري قائد نسب الاستهلال وبسيط عز الدين هذا هو اثناء من العصر ديال قائد نسب الاستهلال خلال هذه الفتره سيطرت الاجواق الثلاثه على مشهد الموسيقى الاندلسيه حيث اختارت المهرجان الفنيه وكان سفيرا ممثلا تراث المغرب العتيق في عدد من بلدان المعمور فلاحظوا هنا جوق ديال المغرب في أجواق ثلاثة خلطين تعزفوا في عيد الموسيقى في إيطاليا عام 72 ندخل الآن الديوان الشعري للموسيقى الأندلسية دوينا على الدواوين ولكن دوينا على الحالات اللي كنا الجمع دابا الآن غنتكلموا على الدواوين اللي كاينين دابا يعني بعد الاستقلال اول ديوان ظهر في السوق اللي تيلقح الموسيقى الاندلسيه حنا غادي نتكلموا على المقارنه بين الدواوين القديمه والجديده كاين كناش ديال عبد اللطيف بن منصور رحمه الله اللي هو مجموع الزجال والتواشي واشعار الموسيقى الاندلسيه ظهر في 77 ظهر من بعد منه كناش ديال الحاج ديال التوني بن جلول رئيس جمعيه الهوات عام 81 تسمى الكتاب ديالو التراث العربي المغربي في الموسيقى هذا الحاك الاول صورات العرب المغربي في الموسيقى الديوان الثالث من يحيى غباب للحاج عبد الكريم الرئيس صدر سنة 1981 غادي نتكلموا على الدواوين والخصائص ديالها ثم ديوان الآلة لمهدي الشعشوع اللي ظهر هذه واحد السنتين تقريبا في سنة 2009 يمكن 2009 كذلك بدل الجدان الحضر في كتابة الموسيقى بالنوطة لأن تبين على أنه إذا بتخصم شي الموسيقى الأندلسية بالنوطة غادي يضيع الأنغام ديالها فبدو واحد مجهود كبير لبعض المؤلفين وألفوا الآن عندنا 8 ديال الدواوين 11 نوطة عندنا 8 منها 8 ديال النوبات منها بنوطة 5 منها أو 6 منها صوب يونس الشامي غادي نعملوا التكريم ديالو إن شاء الله يوم السبت و واحد عملوا السي حمد بريه اسمه حمد بريول وواحد عملوا جمال الدين العلال اخيرا توا غادي يتكرم ان شاء الله يوم السبت في الصباح دار واحد المجهود بالنسبه للموسيقى الاندلسيه خصكم تعرفوا حتى هو وهو ان جمعيات هوات ساعات اجتهدت لدى وزاره الثقافه لتسجيل الموسيقى الاندلسيه التسجيل ديالها باش ما تضيعش فاستجد وزارة الثقافة وعملت واحد المجهود واتصلت بواحد دار باريس دار ثقافة العالم
وجاب صدوا الخبراء ديالهم وتسجلت الموسيقى الاندلسيه كلها دير واحد التسجيل 1998 ثلاث سنين سجلت على كلها تحت اسم انطولوجيا الموسيقى الاندلسيه المغربيه وهي روايه رسميه للموسيقى الاندلسيه هي اللي شافوا في هذه الانطولوجيا الحاج عبد الكريم رحمه الله سجل 4 ديال النوبات محمد عبد الثمانية سجل 2 نوبات سعيد الزيتون من طنجة سجل 3 نوبات الجوغ ديال الإذاعة كان توفى مريح من البنكية خلفه طود اسمه عن طود سجل 2 ديال النوبات هذا البيان ديال هذا الشيء كله وبقى قدام جديد وحتى الميزات اللي قدام جديد وقدام البواكير سجلوا الجوغ ديال وزارة الثقافة ديال أساس محمد بغيوي لابد نقولوا شي كلمة لأن تكلمنا على الرواد وتكلمنا على المعلمين الخلفاء ديالهم الان عندنا الجيل الجديد تبارك الله ديال الموسيقيين من هذه الكلمه رغم تاثر الموسيقى عند يسير وفاه الوالي الثلاثه في العقد الاخير من القرن الماضي فقد برزت عدة اشهر شابه حملت مسؤوليه الحفاظ على الموسيقى عند المسلمين المغربيه وفقهم الله واعانهم شكرا على انصاتكم واسوقكم للاستراحه 10 دقائق او 15 دقيقه شرب واحد كوزتين معنا في الهوب معناها وشوفوا المعرض وغادي نعاود نرجعوا قبل شي جوج نقطات ماشي طوال ولكن مهمين واحدة تتعلق بالمصطلحات واحدة تتعلق بالمقارنة بين الدواوين هذه حاجة مهمة شكرا لكم 11 قدمنا الدواوين ديال الموسيقى الأندلسية اللي تكتبوا من بداية تأليف الموسيقى التأليف ديالها والجمع ديالها حتى مجموعتين مجموعة سميناها الدواوين القديمة يعني دواوين التي تبتدئ من كناش في أصول الغناء اللي ترجع التاريخ ديالو القرن الخامس عشر منتصف العصر السعدي حتى الكناش جابوا لحم زويتل هذا الكناش كله ما بقينا حتى في المغرب هذا الكنائس القديمة أو المدونات القديمة الموسيقية إلى عملنا واحد القراءة فاحصة لها بغينا نعرفوا شنو فيها شنو الآلات فيها شنو الآلة اللي كاينة فيها في هذا الدواوين علاش شي كبير وشي صغير وشي كذا يعني نعملوا واحد المقارنة نشوفوا كل واحدة اش فيه نبداو بواحد كناش تنتو كناش في أصول الغناء كان شغلاني من في الرعادي في الهواية ديالي واحد الفكرة تنقول هذه الموسيقى الأندلسية اللي انتقلت من الأندلس للمغرب شنو انتقل منها وشنو ضافوا المغاربة؟ ما الذي أضافه المغاربة؟ وما الذي جاء من الأندلس؟ تقلب سنبحت علاني نصيب شيء مرجع أو شيء كتاب أو شيء مدونة أو شيء من الخبير طبعا خزان العام مدى الرباط وخزان حسن شيء كله ما خلينا في شي حاجة ما وجدش إلى أن شاء القدر أنني نوجد على واحد نعتقد على واحد المخطوط ديال هذا ديال القرن الخامس عشر شنو القرن الخامس عشر؟ لأنه فوقاش خرجوا الأندلسيين من الأندلس 1492 سلموا المسلمين غرناطة لإسبان وخرجوا منها وبقاو جالسين واحد المدة تما في إسبانيا كموريسكوس حتى طردهم بصفة نهائية فيليب الثاني سنة 1603 ما بقى حتى مسلم نهائي تيدور في أو موريسكي تيدور في الأندلس إذن بغيت نعرف أنا فهل كنت نعرف بغير عرف الموسيقى اللي انتقلت للمغرب شنو هي الموسيقى وتنقلب على المدونات ديالها وجدت واحد الكتاب راه ما كاينش في السوق ما موجود ما تعرف واحد الآن لحد الآن هذا الكتاب هو عبارة عن ديوان كنت شي واحد من الإخوان الأصدقاء ديالنا خلي الله يخليك الوالد راه توفى وخلي واحد الخزانة مهمة أجي معايا نشوف هاري الله يخليك شنو فيها فعلا مشيت عنده والخزانة فيها المخطوطات فيها كذا قلت معايا يومين الله هذه إلى آخره حتى يجي لواحد واحد كناش هكذا واحد مجلد بحال هكذا ما مشلتش غير مجموعة هكذا قال لي تعالي هذا كتاب الآلة قبلتو تنشوف تنجبو كتاب ديال في الشعر ديال تنغني في الآلة جزء منه قلت له خليه لي كان الصباح هذا قلت له بالعشية نشوفو نبدو عليك أخبار خديت ذاك الكتاب شجبو كتاب تيدوي على الموسيقى الأندلسية فيه أول مقدمة فيها 80 صفحة مقدمة كبيرة فيها علم الموسيقى والموقف الفقهاء والعلماء منها والأنغام والطبوع والعود كي تصنع وكتبدا شي واحد 8 صفحة
وبالإضافة إلى ذلك ديوان الشعر. وتقول في مقدمة الديوان: اعلم يرحمك الله أن الطبوع المستعملة في الموسيقى الأندلسية 64 طبعة، 64 طبعة في الموسيقى الأندلسية، 4 أصلية و60 فرعية. تقول: إلا أن أهل زماننا هذا لم يعودوا يعرفون منها إلا 36 من الكلمة. حنا عندنا تنقول مع بلي وحنا 25 من 36 كي دايره 36 بقيت تنخلط في الكساب تنجبر تيدوى على الأنغام الأسماء ديالها ما معروفاش بالنسبة لنا. فحاولت خديت الكتاب هو عندي نسخة منه وتنحاول ما أمكن نعمل واحد التحقيق تيقتضي أنني خصني نشوف نسخة أخرى. داك الكتاب فيه واحد طايرة من الورقة الأولى وطايرة من واحد الطرف الثاني، خصني نصيب واحد النسخة كاملة باش يمكن يطبع ويخرج للسوق، لأن تيعطي فكرة على الموسيقى كيف انتقلت من الأندلس للمغرب، لأن هذيك الفترة اللي دويت عليها دابا الآن يمكن يكون هذا المؤلف هو الكتاب ديال محمد بن علي الوجدي. ما عندناش تأكيد لأن الورقة الأولى ديالو ضايعة. يمكن يكون هو هذا ديال اللي تألف في القرن 16، يمكن يكون قبل من هذا الشيء. المهم أنه هذه الحلقة المفقودة ما كانش عندنا. حنا هذا الكتاب اللي درناه في المغرب ودرسناه بحال مع المدونات غنشوفوا شنو فيه. هذا الكتاب في أصول الغناء، سميته أنا في أصول الغناء، مؤلف ديالو مجهول، ترجع للعصر السعدي يعني القرن 16. عدد الصنائع دي فيه 468 صنعة، ولكن البنية ديال النوبة وديال الطبع ماشي بحال اللي عندنا دابا الآن، شكل آخر، عنده شي إيقاعات في شكل وعنده شي أمورات في شكل. ما نطولوش في النقطة ديالها. من بعد منه إيقاع الشموع اللي حقق عز بن عبد الجليل واللي هو مبتور من الأخير، بحيث هو اللي طرف منه هو اللي كاين، تكتب 1730 فيه 167 صنعة. من بعد منه الروضة الغناء، كتاب كاين عندنا نسخة منه في المغرب، هذا كتاب تام ولكن فيه 462 صنعة، قريب من هذاك الأول. كناش ديال الحايك بلي الحق الأكاديمية اللي المجلد الخضر راه كاين عندنا في المغرب، هذا مبثور طرف منه في الأخير ومبثور في الوسط، ولكن فيه 545 صنعة. كناش الحايك ديال النسخة داك الخوق هاي وكاين عندنا تما، كنا نسخة كاملة تامة، تنعتبرو أن هذا هو كناش الحايك الحقيقي، فيه 747 صنعة. من بعد منه كناش الجامعي اللي عليه هو الآن النسخة ديال الآلة اللي عندنا الآن، فيه 778 صنعة. ثم أخيرا كناش مليح الزويتن اللي هو نسخة من الحايك، نسخة من كناش الجامعي ولكن زايدة شي شويش، فيه 822. الملاحظة اللي خرجنا من هذا المقارنة الدواوين شنو هي؟ أولا هاد المصادر السبعة كلهم ما فيهمش الدرج، الدرج ما كاينش بالكور نهائيا، الدرج ما كاينش. كانوا تيعتبروا المعلمين القدام مالين هاد الدواوين أن الدرج ديال المسمعين ماشي الآلة، ماشي ما كاينش الدرج، كاين ولكن اللي يعتبرونه من الموسيقى الأندلسية تيعتبروه شيء مصنوع ابتكروه الناس ديال الزاوية وراه ديال الزاوية. النقطة الثانية هاد المصادر ما فيهاش شي ميزان، القاموس الرصد والقاموس المشكل ما عدا كتاب ايقاف الشموع هو اللي جاب هاد الجدول ديال الميزان. بقيه المصادر تخلو منها هذه تخلو منها هذا الميزان. الملاحظه الثالثه هاد المصادر السبعه ما فيهاش البغاول بالكل، مستعملات الملحونيه الملحونه اللي تستعملها البغاول ما كاينينش نهائيا. الملاحظه الرابعه وهذه ملاحظه مهمه انه المشاحات الأسجال اللي تتغنى ماشي بحال بحال، بمعنى تيبان من خلال المقارنة بيناتهم أن المعلم كان اللي تيجلس عنده القدود في راسو القياسات ديال الغناء، تيختار الشعر اللي عجبو ويخلي داك الآلي اللي معاه ساكتين خصو يغني هو بوحدو. هاد الموضة كانت موجودة حيت ذكرنا شي شوية منها الآباء ديالنا عودونا عليها، يعني تيقول لك الجوق رئيس الجوق سكت الجوق كله وغنى بوحدو. هذه العادة بانت من خلال هذا المقارنة بين هذا، لأن كاين خلاف كبير في المدونات والأشعار وفي كذا وكذا، القدود راه كاينة ولكن شتي يعمل هذا الشعر في شتي يعمل شعر آخر في شتي يعمل شعر آخر وهكذا. آخر ملاحظة، المجهود العلمي ديال التحقيق ديال الأنغام والطبوع تيقتصر على المقدمة النوبة، وهذه المقدمة النوبة جبرنا على أنه شي تينقل من شي، لأن أنا كنظن بأنه المقدمة ديال النوبة دارها الحايك، جبرنا انه البعصامي
نفس الشيء دار ربما وسع عندك شيء، ولكن هذا الكتاب اللي جبتكم عليه الان مقدمه نبات كبيره وما فيها عمران ديال التفسير والشرح وكذا، بمعنى انه المجهود العلمي اللي كاين في هذه المصادر القديمه هو فقط مقدمه النوبه. نشوفوا المصادر الجديده اللي غتكتبت دابا في القرن العشرين. هذه المصادر دوينا قبل على اربعه غنزيدو دابا على خمس. كاين عندنا الكتاب ديال سعد النصر مجموع الاسجار وتواشيع اشعار الموسيقى الاندلسيه المغربيه اللي كاين في تكوت. زيد مكان خلينا في الكتاب على المكتب كتاب صغير عشان نكتب. كنا كاين كتاب ديال عبد المنصور، كاين كتاب الحاج يوسف بن جلول، وكاين كتاب الحاج عبد المغيث رحمه الله، وكاين كتاب جمعوه الناس اللي جمعوا الانطولوجيا ديال الاله، اللي سجلوا التسجيلات ديال الاله، داروا واحد الكتيبات صغيره ديال المربعين معها تيديروا فيهم الاشعار ديال المقدمات النوبه وداك الشيء في واحد الحويجات مزيونين. وكاين اخيرا الكتاب ديال الشعشوع ديال مهدي الشعشوع ديال الاله. ملي تنقارنوا بهذه الدواوين من حيث عدد الصنائع، لان الصنائع هي تعطي الحجم ديال الاله، الحجم ديال الاله. تنجدوا ان الكتاب ديال ابن منصور فيه 1197 صنعه، 1197 صنعه، والدراج اللي كانوا ما كاينينش في المدونه القديمه كاين عنده 247 صنعه، يعني 20% من المجموع. كاين التراث العربي المغربي في الموسيقى ديال الحاج يوسف بن جلول عنده 1131 صنعه، عدد صنعه الادراج 156، 13% من المجموع. من حي الرباب ديال الحاج عبد الكريم الغيس عنده 994 صنعه فيها 100 صنعه ديال الادراج. ديوان انطولوجيه الاله هذا اللي هو كتاب رسمي ديال الموسيقى الاندلسيه فيه 1046 صنعه، الادراج 130. ديوان الاله ديال الشعشوع فيه 1035 صنعه، الادراج 80 صنعه، تتشكل 7%. هاد الملاحظه الاوليه اللي غتبان من خلال هاد الدواوين هو انه كاين اختلاف كبير في عدد الصنائع. الا كانت الاله معروفه الاله، علاش يكون هذا الاختلاف؟ منين جاء الاختلاف؟ الجواب واضح. اولا الروايه ديال الادراج، الادراج لانه هما العنصر ديال الاختلاف الاساسي في هذا العدد ديال الصنائع. الحاج عبد اللطيف رحمه الله بن منصور مسمع عمل الادراج اللي كاينين، الصنائع اللي كاينين في الدنيا الاخيره كلهم جمعهم في الكتاب ديالو وزاد التلاحين ديالو، راه 100 صنعه ملحنها هو دخلت في الالف. هذاك باش العدد طلع من 1197 1200 صنعه تقريبا. اذا الخلاف كاين اساسي فاش في عدد الادراج. كاين اختلاف كذلك في عدد البغاوين، كاين اللي عنده 48 بغوالة في كل شيء وكاين اللي عنده 87 بغوالة. كاين اختلاف كذلك في عدد البغاوين، كاين اختلاف كذلك في عدد الحاق الصنائع ذات الصبغه المحليه، صنائع تطوانيه ولا صنائع الشاون ولا صنائع ديال كذا، شي تيديرهم شي تيزولهم. كاين خلاف. كاين كذلك خلاف في المجهود العلمي المبذول في تحقيق الديوان. هذه ملاحظه مهمه. كاين بحال دابا الحاج ديال السومي بجلون دار واحد الخدمه شكل، قال هذاك الاشعار اللي مكرر عندنا في الاله، حلو ما عندنا في الديوان ديال الاله عندنا اشعار تنغنيوها في الغام مختلفه، شعر واحد وكيتبان في الغام مختلفه. منين جا هذا الاختلاف؟ منين جا الناس اللي كانوا تيصوبوا الكناج ديال الجامعي تيعرفوا بان الاليين اغلبهم فيهم اميين، صعيب عليهم يحفظوا داك الشيء كيعجب كله ديال الشعر. بداو تيلاحظوا القدود القد ديال الصنعه، وتي الا كانت الصنعه كاينه تيجيبوها نفسها. بحال دابا مثلا ناخذ مثال على سبيل المثال جوفوني قابس الى حيني، كاين منها في الاله 12 صنعه مره تتغنى، تتغنى في الضاحيه كلهم وفي القايمه نص مره، بمعنى انه هذا التكرار الحاج ديال السوم مجلوم بغي يخلص منه الاله، بغي يعملها كلها رجع للمصادر القديمه وبدا تيعمل هذه الصنعه تتغنى الان كذا وفي وزنها كذا كذا، وجا كتاب ديالو كبير وفي واحد مجهود علمي كبير يعني حقيقه. من الاشياء اللي تبدلت كذلك المهدي الشعشوع عمل واحد التحليل ديال شي حاجه جديده، عمل تحليل ديال الطبوع، الشيء اللي ما كاينش في الدواوين الاخرى.
الحاج عبد الكريم الكتاب ديالو ديال الحرابات الله يرحمه رحمه الله كان التزم بالروايه ديال المعلم الدهوي الله يرحمه. قال لك انا هذا الكتاب غادي نعمل فيه كيف كانت الاله تغنيها المعلم الله يرحمه الحاج محمد البريه اسمه محمد البريه. اذن قدم لنا في الكتاب ديالو هذاك علاش الكتاب ديالو جا صغير في 1990 سنه عمل روايه ديال المعلم البريه وضاف عليها واحد الدرجه رسمه درجه الزين لان الحاج الحاج محمد البريه اسمه محمد البريه ما كانش يعترف به ما كانش عارفه ما كانش عنده لها في التحقيق كان اللي عندنا تحت ما كانش عنده ولكن هو ضافه قال لك ما فيها هذا كتاب مزيان هذا ديوان راجل مزيان زيدو. هذه بصفه عامه الملاحظات شنو يمكن نستنتجو بصفه عامه شنو خصنا نعملو خصني تكتب ديوان اخر جديد جامع يكون جامع شكلو تصور الاله كيف هي ويكون هذا الكتاب في التحقيق ديال الاشعار صعب اللي الاشعار اللي عندنا شكون اللي نشاها وشكون اللي كذا في كذلك طبع مدققه بالارقام في عدد الادوار فيه المسائل التي يحتاجها الفنان والهاوي نحن نحتاج الان في هذا الديوان ونتمنى الله يوفق ربي شي واحد من الهواه او المعلمين ويعمل واحد الديوان اللي هو متوفر فيه هذه الشروط كلها. هذه المقدمه اللي قدمت لكم الان غير باش تعرفوا شنو محتاجين الان حنا في المستقبل محتاجين ديوان ديال الاله كامل وفيه يعني الروايه متفق عليها ديال الموسيقى الاندلسيه ما يكونش الخلاف كبير تيوصل 200 سنه ما عندها معنى كتاب فيه 990 سنه وكتاب فيه 1190 ما عندها معنى خص يكون كتاب فيه الاله كامله متفق عليها ولا لحن شي واحد على الموسيقى الاندلسيه في المقام ديالها في الايقاع ديالها والشكل ديالها واحترم الشروط الفنيه ديال الموسيقى الاندلسيه نضيفوه نعملوا ملاحق بحال دابا مثلا في العام الماضي جا السي حمد الزيتوني الله يشرف فيه هذا وعمل في جمعيه البعث ميزان قائم ونصف الحسين لحنوا تلحين جديد ولكنه تلحين جميل وبالقاعده وفيه الطعم ديال الاله على القاعده وفيه القياس ديالها وفيه جميع الشروط الفنيه اللي خصها تكون يعني غادي نعملوا الديوان ونعملوا الملاحق الاشياء اللي جديده لان الحاله شي واحد ولا كذا ما فيها باس لان الطرف تيكبر تيكبر ماشي صغار يكبر ماشي باس مكان. هذه خلاصه ديال النقطه الاولى المتعلقه بمقارنه الدواوين مع بعضها عطيتها لكم باش تعرفوا شنو كاين في الان في الحال الاشياء اللي تعملت والاشياء اللي هي مصدر ان شاء الله تعمل في المستقبل. بقات نقطه تتعلق بالمصطلحات لاحظت انه عدد كبير ديال الطلبه معنا وديال الشبان ربما يبغي يعرفوا بعض المصطلحات المدلول ديالها غادي نعرج عليها بصوره مركزه. الموسيقى الاندلسيه بحال الموسيقى كلها عندها مصطلحات تقنيه خاصه بها. نبداو بالمصطلح الاول النوبه. النوبه شنو المعنى ديالها؟ النوبه تجمع على نوبات ومعناها الدور العربيه نفس النوبه. النوبه هي الدور نوبه فلان او الدور ديال فلان. هذه الكلمه ديال النوبه ربما كانت تستعمل في للدلاله على البرنامج اللي غادي يقدمه شي واحد اللي فيه مثلا الخليفه جالس ولا السلطان ولا كذا وغادي يطلع عنده المغنيين بالنوبه كل واحد يقدم النوبه ديالو. هذا النوبه ديال فلان تقدم فيها كذا كذا وهذه النوبه ديال فلان هذا المصطلح ديالها. ولكن هذا المصطلح مشى للموسيقى الاندلسيه وصبح تيدل على حاجه اخرى تيدل على لحن متكامل اساسي ومعه واحد العدد ديال الايقاعات اللي داخله فيه كلها تدخل فيه تنتمي له. بمعنى النوبه هي الوحده اللحنيه الكبرى هي وحده من الوحدات اللحنيه الكبرى المكونه للطرب الاندلسي وما نطولش على سعد الجبير غادي ان شاء الله غادي ياخذ هذه النقطه في حل ان شاء الله. المهم ان عندها في الموسيقى الاندلسيه 11 النوبه يعني 11 نغم كبير هذا الكبار غادي في السوسي يعني شي النوبات اللي عندنا معروفين الان هما 11 معروفين عندنا رمل ما يصدها الماء يرس الدين السلال الرص غير تحسين حجاز كبير عرق عجم حجاز مشقي العشاق. المصطلح الثاني الميزان. الميزان المعنى ديالو الايقاع. الايقاع يعني الريتم غادي يتناولوا الصديق ديالنا الاستاذ سي محمد العثماني بشيء من التفصيل ولكن عنده واحد المعنى اخر. المعنى اخر هو انه مثلا اخذوا النوبه وهي لحن كبير تنجو انه فيه 5 ايقاعات وكل ايقاع تشمل الصنائع اللي تتنتمي لذاك النوبه ولكن تتغنى بذاك الايقاع ديال المعلوم البسيط والقائم والسلطاحي والدرج والقدام هادو هما الميزان 5
تيتسمى كل واحد من النوبه من 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 المياسين ديال النوبه تيتسمى ميزان. تنقول مثلا بسيط الاستهلاك، ايقاع البصير الذي ينتمي لنوبه الاستهلاك، درجه الزين، ايقاع الدرج الذي ينتمي لنوبه الزين. هذا المعنى ديال المعنى كيف تنفسروه. الى ضربنا عدد الميازين اللي كاينه خمسه 11 نوبه، شحال جينا؟ 55. هي 55 ميزان ديال الاله اللي عندنا، 55 ميزان ديال الاله اللي عندنا، تنزيدوا عليها واحد الميزان ما عندوش النوبه ديالو قدام الجديد، وواحد الميزان مضاف لنوبه المايا قدام البواكير، مجموع 67 ميزان. الى غنيناهم كلهم خصنا 4 ايام، لان 94 ساعه. الى غنينا الاله كامله خصنا نقصوا 4 ايام حتى نغنيو. حركة الميزان، الميزان ما بغيتش ندخل في الحركة ديالو، غادي يتكلم عليه بالتفصيل سي محمد العثماني. المشالية أو البغية، ملي تيكس الجوك يعزف ما يمكنلوش يعزف مباشرة الغناء، لأنه يعني تيخصو يربط الأذن ديال المستمع عنده، تيخصو يربط الأذن المستمع عنده باش يربطها بواحد المقدمة موسيقية تيسميوها البغية، لأن كل نوبة من النوبات عندها البغية ديالها. شنو البغية؟ هي ذاك المقدمه اللي تعمل الجوك بلا ايقاع، هذيك البغيه تتسمى البغيه. يعني المقصود منها هو انه الودن ديال المستمعين تتسانس ذاك النغمه اللي غادي نغنيو فيها الميزان، ميزان منا غنغنيو، هذه هي البغيه. وعندنا كذلك مصطلح خاص تسمى المشاليه، الشمال تيقولوا المشاليه والبغيه شيء واحد، ولكن بالحقيقه وهذا شيء انتبه له سي جمال الدين بن علال اللي صدق اخيرا في القجم، قال المشاليه تطلق على المشاليه ذو الشرقي بوحدها، لانها طويله، المشاليه بغيه ولكنها طويله وتتعود ثلاثه مرات طويله. والمشاليه الكبيره عاود هذه حاجه اخرى، المشاليه الكبيره هي كان المعلم القدام تيجلسوا جوج تيجلس وتيبدا يعزف استخبارات تقاصيل بلا ايقاع في الانغام كامله ديال الاله. علاش؟ باش داك المعلم تيحس بالنغم الذي يثير انتباه المستمعين وفي غادي يغني. تيتسمى هذا المشاليه، يعني تيشالي معنى ديالها المشاليه، ولكن معنى ديالها انه تهيئ الجو العام باش يقدم الميزان. هذه المشاليه هكذا كان الاصل ديالها، ولكن من بعد وقع فيها الفوضى ومع قله التدوين ومع كذا ولات فيها شيء من الفوضى. زعما الرجعي رحمه الله بعد المؤتمر ديال فاس 1939 مشى وخدم واحد الخدمه جليله، خدا المشاليه وقادها وصوغها، عمل فيها 6 الانغام ماشي 11، غير 6 الانغام، وسماها المشاليه الكبيره، وهي اللي كاينه عند الحاج عبد الكريم غايص وكاينه عند العدد ديال الاجواق. في عام 1958 جمعيه الهواد ديال الموسيقى الاندلسيه دارت مباراه بين الاجواق، شكون يعمل مشاليه كبيره؟ شكون يقدم مشاليه كبيره على احسن صوره؟ المعلم ذاك الساعات اللي كانوا كان مولاي حمد الكيلي والحاج عبد الكريم في الزمان تقدموا للمباراه، والجوق ديال مراكش حتى هو كان، وكان الجوق ديال سيد العباس الخياطي في جوق الاذاعه، 5 ديال المشاليه تقدموا. كل واحد كيفاش قدم المشاليه؟ الحاج الله يرحمه قدم المشاليه ديال فخي البريه، ديال البريه اللي تعلمها على اللي خداها من عند الجعيد. مولاي حمد الوكيلي عمل تنحيل جديد، عمل واحد العجب، واحد دار 11 نغمه كلها وعمل لها لازمه، وعمل واحد العمل من اروع ما يكون. و ثمانية عمل واحد العمل بحال ديال مولاي حمد وكيشكل منه شكل اخر. العباس الخياطي دار واحد المشاليه من ايحاء الموسيقى الاندلسيه، تنحيل بشي شكل مهم. ووقع الخلاف بين لجنه التحكيم لما تعطى جائزه. فرفعوا الامر الى صاحب الجلاله الحسن الثاني انذاك ولي العهد، مازال ما ولاش يسال الملك، عام 58 هادشي. جا هو صنت على البغية، كان هو مولوع بالآلة طبيعة الحال، صنت على كل وحدة لوكيلي والرايس وتنتماني قسموا لهم جائزة ثلاثة، كل واحد أبدع في مجال، واحد عمل الأصالة، واحد عمل الجديد، وواحد حاكى ذلك، عطاهم قسموا لهم جائزة، وهذه الحكاية ديال المشاريع الكبيرة. اليوم الأجواق تيعكزوا ما تيديروش مشاريع كبيرة إلا الزمان عند عثماني، الزمان عند عثماني تيتجاوب معنا تيعمل مشاريع كبيرة، هي جميلة جدا. تواشي شمعت وشيه، وهي قطعه صامته بدون غناء
تكون في في في, في الميزان ديال الاعلى. كاين التوشيه ديال النوبه تترجم للنوبه كامله في المعنى ديال النوبه كامله، وكاين التوشيه ديال الميزان تكون في مقدمه الميزان، وكاين التواشي الداخليه تكون في قلب الصنايع. مجموع التواشي ديال الموسيقى الاندلسيه 128 توشيه، 128 توشيه. نجيو للمصطلح اللي بعد منه الصنعه. تنشوفوا في الكتابات ديالنا كذا صنعه كذا صنعه كذا. الصنعه الى 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 ترجمناها غادي نقولوا عليها اغنيه. الصنعه هي اغنيه. كاين شنو الاغنيه؟ كتعاش عليها ملحنه. حتى الصنعه كتعاش عليها ملحنه. اذا نقولوا عاد نقولوا صنعه نقولوا اغنيه. اغنيه عدد اغاني ديال الاله 1000 صنعه ولا اكثر، 1000 اغنيه ولا اكثر. هذه الصنعه عندها جوج جوانب، جانب الشعر وجانب اللحن. ناخذ جانب الشعر. جانب الشعر، الشعر المستعمل في الصنعه او في الاغنيه ديال الموسيقى الاندلسيه في اربعه انواع. النوع الاول الشعر العربي الفصيح. الملحنين ياخذوا بعض المرات الشعر العربي الفصيح اللي شعراء بحال ابن الزيتون ولا بالخطيب ولا كذا، الشعر العربي الفصيح وتيلحنوه وتيقدموه. هذا تسمى الشعر العربي الفصيح. إلا حسبنا شحال كاين في الموسيقى الاندلسيه من الشعر الفصيح لصنائع الشعر الفصيح، غادي نلقاو ان العدد ديال هاد الصنائع سيوصل 178 غنيه، 178 نص. النوع الثاني الموشحات. الماكنه تندوي قبيله على عصر ملوك الطوائف وعلى الازدهار ديال الموسيقى الاندلسيه وعلى بنوباجه، كنسينا واحد الملاحظه اساسيه وهي ظهور الموشح. من العوامل اللي اعطت الاله واحد الحيويه ظهور الموشح. شنو الموشح؟ الشعراء في الاندلس عياو من القصيده العموديه، القصيده العموديه اللي فيها الابيات بحال بحال وعندهم القافيه الحرف الموحد بحال بحال، اضحى اضحى الثنائي بديلا من تدانينا وناب عن قريب القناه جافينا بيتم بنا في مثل جوانحنا. شوف عياو من هذا الشكل وخصعوا واحد الشكل جديد يسمى الموشح. شنو هو الموشح؟ اولا في بحر قصير، بحر طويل وبسيط العربي عيون شعملوا عملوا البحور القصيرة صغيرة هي يعني لطول أو لا تطول، لابدالي أسهر لو بتعين دي قمري ما بتسوء على قمر اختاروا الشعور البحر البحور القصيرة. ثانيا عددوا القوافي، قافيات تجبر حدا بها الصناعة اللي غادي دابا يا لي وتابعوا لها خمسة دبيات فيها يا لي لطول أو لا تطول لابدالي أسهر لو بتعين دي قمري ما بتسوء على قمر. الحرف الاخير ديال البيت الاول والبيت الثاني هو الكاف الساكن، هذا القافيه ديالو. لما تجي الثالث والرابع والخامس تعمل عن قافيه اخرى، قافيه واحده اخرى. ما لي ولي الليل الطويل انا المعنى بالقمر، عمل القافيه غير مسكنه ثلاثه دبيات، وعاود رجع في البيت السادس والسابع عمل القافيه الاولى، بحيث عمل واحد الشكل جديد في الشعر والناس استانسوا به واحبوه ولحنوا فيه. وظهر توشيح واحد العادات اشكال الصناعه. ناخذ واحد المشح معروف عندنا ديال بالخطيب. رب ليل ظفير سوء البدر ونجوم السماء لم تدري حفظ الله ليلنا ورعى اي شمل لنا قد اجتمعا غفل الدهر والرقيب معا ليس نهر النهار المجري حكم الله على المجري. الله شكل صنيعه شكل فيها جوج القوافي وفيها بيت الشعر وفيها ثلاثه الاشطار وفيها بيت اخر. واشكال وانواع المشح. هذا النوع الثاني من الشعر الموجود في الموسيقى الاندلسيه. الى حسبنا عدد المشحات اللي كانت في الموسيقى الاندلسيه 175 مشح. النوع الثالث الاسجال. الاسجال هي بحال بحال المشحات، الفرق بيناتهم هي انه الاسجال مكتوبه بلغه دارجه اندلسيه، لغه عاميه اندلسيه، تجبرش اللغه ديالها فيها الدارجه ديال الاندلس ماشي ديالنا، دارجه الاندلس. عطي واحد العدد وفيها البحور ديال الزجاج متعدده جدا بحال دابا البيت الشعري مقسوم على ثلاثه أو اربعه، مقسوم على خمسه، مقسوم على ثلاثه، بحيث الشعراء ابدعوا ابداعا كبيرا في الزجاج بواحد درجه كبيره. اكبر الشعراء الزجاجي بن قزمان، اكبر الشعراء المشاحين بن زمرق، واكبر الشعراء المشاحين كنا اكبر الشعراء المشاحين هو بن قزمان، واكبر الشعراء الزجاجيين هادو بن زمرق. النوع الرابع البقوالة. البقوالة خاصة بصوبة من اللغة ديال الملحون، اللغة ديال الملحون، وتقريبا كلها ظهرت في القرن التاسع عشر
تقريبا كلها، يعني مثلا رجع الدار يقول لك دونا ما كاينش فيها البراويل، حتى لقيت 19 دار تصدر الملحول. عدد البراويل في الموسيقى الاندلسيه انا قلت لكم مختلف في الدواوين، غالبا 60 70 بروال هادشي اللي كاين في الموسيقى الاندلسيه كلها. وكاين الشعر المكرر، لان ربما لا جمعتي هاد الارقام اللي عطيتكم ما عطيتكمش عدد الصنائع. علاش؟ لان في الالات نكرروا الشعر بزاف ديال المرات. الصنعه من ناحيه الحنيه بناء على الشعر يغنوا على اللحن. الملحن ديال الموسيقى الاندلسيه مرات يغني الشعر كما هو بحال تنعملوا في التخليد. تالله لو خيروني في محبتكم ما اخترت غيركم والله والله. الكلام تنغنيهم نسفس ما فيها ما لا زياده لا نقصان. تالله لو خيروني في محبتكم عادي. ولكن بعض المرات الملحن وكثير من المرات ما تيعملش هكذا، تيعمل واحد اللحن طويل وما تيقدوش الشعر، تيبدا يكمل بالتراتم تيغيطان يا لالان هلانا كذا كذا، وتيصبح اللحن متقال بالشغل، والشغل المعنى ديالو طرز. صوب الشغل يعني الطروز، الطرز يعني الشغل، هذا المعنى ديالو. ومن هو المطروز ديالو ديال الاستاذ؟ نعم المطروز ديالو كيفاش المطروز ديالو؟ اي 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 فهم. بقى لنا الانشاد اللي كان غادي يتناولوا سي ان شاء الله غادي يتناولوا سيدي عبد الجليل الخشافي، الانشاد غادي يتناولوا هو الموال. ربما نكتفي بهذا القدر. عندي واحد الملاحظه، لا ما نقولش عليها، شنو غادي تناولوا به شو راعي احسن. واحد الملاحظه جات في الملاحظه ديال احد الاخوان، هو الدور ديال اليهود في الحفاظ على الموسيقى الاندلسيه، اليهود المغاربه في الحفاظ على الموسيقى الاندلسيه. المعروف انه لما وقع الجلاء الاندلس وطردوا المسلمين منها طرد منها اليهود، وربما قاسه اكثر مما قاساه المسلمين، لان المسيحيين ديك الساعات المتعصبين كانوا يعتبرونهم قتله المسيح، ولذلك قصوا على المسلمين وقصوا على اليهود. لما هاجروا اليهود من الاندلس الى المغرب هاجروا اليهود كذلك. ونفس المسار اللي احتفظت به الموسيقى الاندلسيه عند المسلمين احتفظ بها كذلك اليهود وغنوها، وكانوا الجواء ديالنا قديما تيغنيو في اللح، والحفلات ديال اليهود كانت تكون فيها الاله في حيث. الفرق اللي كاين هو ان اليهود ما كتبوش اللي مكتوبوا، يقول شي واحد من الكبار ربما كانوا المكتوبات كاين حاجه حوايج مكتوبين، ولكنهم اما مخبعين عندهم اما شي حاجه. المهم انهم تشاركوا اليهود المغاربه مع المسلمين المغاربه في الحفاظ على الموسيقى الاندلسيه، والدليل على ذلك هو الهضره اللي وقعت اخيرا عندهم ديال الغناء العبريه وترجمه الحايك للغه العبريه. الان هذه المحاوله كاين واحد الحركه كبيره عندهم في الحفاظ على الموسيقى الاندلسيه من هذه الناحيه. أرجو أن لا أكون أطلت عليكم، وشكرا على انتباهكم. اسمحوا لي نتكلم بالدارجة لأن الإخوان طلبوا مني أنني نتكلم بلغة بسيطة توصل القلب مباشرة، لذلك أنا اعتبرت هذا من القصر. إذا اللي عنده شي سؤال بسم الله. بسم الله. يعني معركة اليهود لعب واحد الدور كبير هنا في المغرب فاس وفي المغرب كله في الحفاظ على التراث، ومنهم سالم هلالي، بوتبول، بن شنسان، فيليكس المغربي، يعني كانوا حتى هما معلوم. لا غير حنا اسمح لي، غير حنا العرب ديالنا كانوا الصندوق للمراجع العربيه. زعما ولا كانت عندهم المراجع ديالهم هنا ما طلعناش عليها، ما ترجموهاش للغه العربيه او ترجموا للفرنسيه او شي حاجه نطلعوا عليها باش نطلعوا عليها. ربما كاين هذه الحركه الان كاينه، ولكن ما كانش قديما. حقيقة شكرا سي استاذ عبد السلام على هذا الندوة على هذه المحاضرة. بغيت نقول هو أين قرطبة دار العلوم فكم من عالم قسم له فيها جان بالأمس. يا سلام على رتاء الأندلس. الأندلس قسوا فيها المسلمين 8 ديال القرون من 92 هجرية ل 894، يعني واحد 8 ديال القرون، وهي حلم ضائع مع الأسف. تفضل. الله يجزيكم بخير على الجهود التي تقوموا بها الان. نعم. التوعيه والشباب كان واحد القضيه الاذاعات الجهويه ولا الوطنيه تدوزوا الاله. نعم. ما بقاش يدوزوها. لا هذا المهرجان يخسر على الاقل اذاعات فاس، واش فهمتيني؟ كانت واحد لقيتها الناس كلها تتعمل وحده ونص خاصها تصمت على الاله. فعلا. دابا تيصمتوا لنا اللي بغاو هما. لا.